السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. اليوم شاء الله جبت لكم حلوى للعيد، مخبز بجوز الهند وبذوق الليمون، يدوب في الفم ويجي بنين وبنين وبنين، هايل هايل. وأكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع ليزامي تاعكم للاستفادة. على بركة الله نبدأ في طريقة التحضير. نحتاج 3 كيلات جوز الهند. الكيلات استعملوا كيلات كبار ولا كيلات صغار كما تحبوا، أنا استعملت كيلة صغيرة لأنه نحتاج كمية قليلة فقط. ونضيف كيلة ماشي معمرة مليح، سكر عادي، ونضيف مبشور ليمونة واحدة. راح نرحي السكر وجوز الهند ومبشور الليمون جيدا. وهنايا بعد ما رحيت السكر وجوز الهند ومبشور الليمون جيدا، راح نضيف عصير ليمونة واحدة، ونضيف 3 ملاعق صغار لافاني أو ملعقة كبيرة، ونضيف ملعقة كبيرة فرينة، راح نضيف حبة بيض راح نجمع بها الحشو، ونضيف ملعقة صغيرة زبدة. راح نجمع الحشو تاعي بحبة بيض ونشوف إذا نزيد البيض ولا لا لا. ويبقى البيض دائما على حسب الكمية اللي استعملتوها، يعني إذا درتوا كيلات كبار أكيد راح تجمعوا الحشو تاعكم بزوج حبات بيض ولا أكثر. أنا كما راكم تلاحظوا حبة بيض راهي ما كفاتنيش، راح نزيد حبة بيض ونخفقها ونزيد النصف تاعها فقط. هنا ملاحظة مهمة وضروري تركزوا عليها، الحشو تاعنا فيه السكر العادي إذا لازم نعجنوه على الأقل 2 دقائق. نعود لكم، الحشو فيه السكر العادي لازم تعجنوه على الأقل 2 دقائق. وكما راكم تلاحظوا لهنا يا راني جمعت الحشو، ما راحش نكمل هذا الكمية تاع البيض، راح نكمل نعجن الحشو لمدة 2 دقائق كما قلت لكم. وبعدها راح نحطه في ورق الشفاف وراح نحطه في الثلاجة ونخليه يرتاح مدة ساعة كاملة. الحشو حطوه في ورق الشفاف وحطوه في الثلاجة وخليه يرتاح مدة ساعة كاملة. هنا يا راني نحيت الحشو من الثلاجة، راح نلال افتحوه برفق هكذا. السمك ما تنساوش لازم يكون عالي. هنايا اختاريت الشكل تاع القلب، اختاروا الشكل اللي تحبوه. راح نطبع المخبز هكذا. هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. راح نكمل نطبع المخبز كامل بنفس الطريقة، وبعدها راح نحطه في الثلاجة ونخليه يرتاح مدة 2 سوايع، وبعدها راح نطيبه في 150 درجة مدة 10 دقائق فقط. نعاود لكم، المخبز حطوه في الثلاجة يرتاح مدة 2 سوايع، وبعدها طيبوه في 150 درجة، الفرن يكون سخون من قبل، مدة 10 دقائق فقط. المخبز لو كان ما تحطوهش يرتاح في الثلاجة طيبوه مباشرة راح يذوب ويتخسر الشكل تاعو في الفرن. هنايا راح نحضر الطلية، نحتاج 2 بياض بيض وزوج ملاعق كبار زيت وزوج ملاعق كبار عصير ليمون. راح نخلط هالمكونات كلها جيدا. راح نبدأ نضيف السكر ناعم، السكر ناعم ضروري تصيروه في كل مرة، راح نضيف السكر ناعم مع التحريك المستمر حتى نتحصلوا على طلية تكون ثقيلة ومليحة. في حالة إذا جاتكم طلية تاعكم ثقيلة بزاف خففوها بالمزهر، وإذا جاتكم مازال ما تحصلتش على القوام المطلوب
بقاو تضيفوا في السكر ناعم حتى تحصلوا على قوام يكون ثقيل ومليح. نعاود لكم الطليه تاعكم اذا جاتكم ثقيله عاودوا خففوها بالماء زهر فقط. هنا كما راكم تلاحظوا الطليه راهي واجده جات مليحه. هنا لاحظوها كيفاش جات ثقيله وكيفاش راهي تتقطع. لاحظوا كيفاش راهي تتقطع، عندما تتقطع هكذا اعرفوا باللي الطليه تاعكم راهي واجده. هاوليكم المخبز جوز الهند بعد ما طاب كما راكم تلاحظوا، طيبته مدة 10 دقائق فقط في 150 درجة. راح نبدأ نطلي فيه بالطلية، أنا نطليها هكذا بهذه الطريقة، هذه الطريقة اللي نحب نطلي بها. هنايا هذا الفقاعات لازم تنحيهم هكذا. اذا هنايا بعد ما طليت المخبز كامل راح نخليه يبات ليله كامله. هاوليكم مخبز جوز الهند بعد ما طليته وخليته ليله كامله، نشفت الطليه كما راكم تلاحظوا جات ما شاء الله الطليه هايله. راح نبدا نمسحه بالمولمع الغذائي الفضي. مخبز جوز الهند راح نزينه بهذا الأشرطة بعجينة السكر، نحتاج مول السيليكون ونحتاج عجينة السكر. عجينة السكر كي تخدموا بها دائما تحطوها في النشا هكذا باش تبقى محافظة على القوام تاعها ما تذوبلكمش في يديكم ولا في المول. هنايا راح نبدا نشكل هذا الشريط هكذا، راح نبدا نضغط هكذا. هنا حاولوا عجينة السكر ما تخرجش على الاطراف، ها كما راكم تلاحظوا راهي ما خرجتش على الاطراف هكذا باش يجي الشكل تاعها شباب. هاوليكم الشريط اللي كنت حضرته بعجينة السكر، راح نلصقو في المخبز بشويه تاع الطليه هكذا. راح نحط الطليه ونحط المخبز بهذه الطريقه. ونبدا ندور هكذا كما راكم تلاحظوا راهو يلصق بسهوله. بنفس الطريقة نكمل للنصف هذا اللي تبقى. هاي لكم النتيجة اللي تحصلنا عليها. نزيد نزين المخبز بورود بعجينة السكر. عجينة السكر دائما تحطوها في النشا وتخدموا وتطبعوا بها هكذا باش تعطي لكم شكل شباب وتبقى محافظة على القوام تاعها ما تذوب لكمش في يديكم وما تذوبش في الطابع. هنا دائما راح نلصق بالطلية، واذا ما عندكمش الطلية لصقوا ببياض البيض. راح نحط شوية فقط هكذا ونزين بها المخبز هكذا.
هنا راح نزينهم بالملمع الغذائي الفضي. مخبز بجزء الهند وبذوق الليمون، راهو واجد لهنا كما راكم تلاحظوا، راني مزينته بعجينة السكر بهذه الطريقة. هنا راح نقسمه لكم وتشوفوه كيفاش يجي من الداخل، يجي طري ويجي معسل، يجي يدوب في الفم وايضا يجي بزاف بنين. لهنا شوفوا كيفاش هايل، وايضا الطلية هذه تجي طرية ما تجيش يابسة. لهنا شوفوا كيفاش يجي طري، يجي هايل. إذن أخواتي هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، حضرنا مخبز بجوز الهند وبذوق الليمون بطريقة سهلة وبسيطة. إن شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها، واللي راح تجربها نقولها بالصحة والهنا. تهلاو في رواحتكم، في أمان الله.